وضع الميدان يوم يجري في قطاع غزة من خان يونس مباشرة. معنا بشير جبر مراسل القاهرة الإخباري. أحييك بشير. الاستهدافات مستمرة على قطاع غزة، بل إن الاحتلال يقصف خيم ومخيمات تؤوي نازحين إلى الآن. ماذا عن تطورات الأوضاع لديك؟ تحية لك حساني. يعني دعنا نبدأ بالحديث عن الساعتين الأخيرتين من الآن، حيث لم تتوقف الغارات الإسرائيلية باتجاه كل محافظات وأحياء قطاع غزة تشارك في هذه الغارات، المدفعية الإسرائيلية، الطائرات الحربية الإسرائيلية، حتى الطائرات المسيرة أيضا تقوم باستهدافات عدة في مناطق واسعة في القطاع. أتحدث إليك وأستمع إلى أصوات انفجارات قوية وعنيفة دوت من المحافظة الوسطى لقطاع غزة، حيث تشن في هذه اللحظات الطائرات الحربية الإسرائيلية مجموعة من الغارات تتركز باتجاه المناطق الشمالية لمخيم البريج في المحافظة الوسطى. أيضا سبق هذا القصف قصفا عنيفا باتجاه شمال قطاع غزة، حيث بلدة جباليا التي تشهد عملية عسكرية إسرائيلية مستمرة تدخل في هذه اللحظات يومها 34 باتجاه جباليا، بيت حانون وبيت لاهيا في أقصى شمال قطاع غزة. هناك غارات مستمرة من الطائرات الحربية الإسرائيلية باتجاه منازل المواطنين. كان أيضا خلال الساعات الماضية غارات مركزة من الطائرات الاستطلاع الإسرائيلية باتجاه مجموعات من المواطنين الفلسطينيين الذين لا زالوا يتواجدون في شمال قطاع غزة، الأمر الذي أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء الفلسطينيين ضمن هذه الغارات الإسرائيلية في شمال قطاع غزة. لم يقتصر هذا، يعني بنوك الأهداف الإسرائيلية لم تقتصر فقط بشير على المباني والخيم وغيره، لكن بنوك الأهداف أيضا اتسعت إلى استهداف صحفيين والحصيلة زادت، فماذا عن هذا الاستهداف؟ بالفعل حساني، الصحفيون، الطواقم الإغاثية، الطواقم الطبية، كل شرائح المجتمع الفلسطيني هي ضمن هذا الاستهداف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة. من بين الشهداء اليوم أحد الصحفيين الفلسطينيين الذين يعملون في شمال قطاع غزة استشهد وهو يقوم بأداء واجبه الصحفي في الشمال قطاع، مما أدى إلى ارتفاع أعداد الشهداء الصحفيين منذ بدأ هذا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 184 صحفيا فلسطينيا قضوا جراء هذه الغارات الإسرائيلية التي استهدفتهم وهم يقومون بواجبهم الأخلاقي والمهني في نقل معاناة الفلسطينيين إلى العالم. نعم. أجمع. وأنت تحدثنا نعرض عاجل عبر شاشة القاهرة الإخبارية، الصحة العالمية تطالب بإدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة بشكل فوري نتيجة لطبعا عدم وجود الغذاء والماء، فماذا عن وصول الحالة الإنسانية إلى تدهور أكثر عن ذي قبل؟ لذلك جاءت هذه المناشدات من الصحة العالمية بإدخال المساعدات والماء والغذاء والدواء أيضا إلى أهالي قطاع غزة. يعني بالفعل المناشدات مستمرة من المؤسسات الدولية لإنقاذ الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة. الأوضاع الإنسانية في هذا القطاع منهارة تماما، الشمال كالجنوب لا يوجد به أي من البضائع أو المستلزمات الحياتية للفلسطينيين لتأمين قوت يومهم. حتى المساعدات التي كانت تدخل إلى قطاع غزة تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي في عرقلة دخولها إلى القطاع، مما أدى إلى سوء تغذية ومجاعة حقيقية في هذا القطاع منذ ما يزيد عن الشهر، والفلسطينيون في جنوب قطاع غزة يعتمدون على الدقيق الفاسد الذي تتواجد به الحشرات في إعداد الخبز لتناوله في هذا القطاع الذي يشهد هذه المجاعة. نعم. أيضا على صعيد المستشفيات هي باتت خالية تماما من أي أدوية، من أي مستهلكات طبية، من أي أيضا أطباء، وخصوصا في شمال قطاع غزة الذين يناشدون دوما بضرورة إدخال هذه الفرق الطبية وهذه المساعدات من أجل أداء واجبهم الصحي والطبي إلى المرضى والجرحى الذين يأتون تباعا لتلقي العلاج. في التطورات المتلاحقة بالضرورة سوف تكون معنا، لكن أشكرك إلى الآن من خان يونس كنت معنا مراسل القاهرة الإخبارية بشير جبر.